السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين البي دي اف يعني بورتابل دوكومنت فورمات، بحط الشغل بتاعي على صيغة متوافق عليها بحيث انها ما بتعملش مشاكل بين الأجهزة. يعني لو انا شغال باوربوينت ممكن ابعته لجهاز تاني فتلاقي الفوتو اضطربت، تلاقي في حاجات مش ظاهرة، تلاقي شريحة كبيرة شريحة صغيرة. ممكن تبعت مثلا حاجة اوتوكاد عشان تتبع، تتفاجأ ان الراجل ما عندوش اوتوكاد. فاحنا كتير قوي بنحول الشغل بتاعنا البي دي اف عشان يبقى سهل علينا ان احنا نفتحه على اي جهاز ونشتغل عليه، ومجرد ان احنا نبص عليه مش ان احنا نعدل فيه. طيب ممكن انا كنا اللوحة اللي عندي انا محتاج ان انا اشتغل عليها ومحتاجها بي دي اف، محتاجها قصدي اوتوكاد. تمام، في برنامج تيبل توكس اكستراكت، ده بيعمل ايه؟ بديله اللوحة اللي هي البي دي اف، بقول له حولها لي الاكسل. ممكن تكون عندك ملف اكسل معمول بي دي اف او وورد او باوربوينت او بابلشر او اوبن اوفيس. اوبن اوفيس ده اوبن سورس، حاجه عامله زي المايكروسوفت اوفيس بس ده مجاني واوبن سورس. او ممكن احوله اتش تي ام ال او اوتوكاد، وده طبعا المهم بالنسبه للرسومات الهندسيه. او ممكن احولها لصوره. اول ما بفتح اللوحه كده بقول له قول، بحيث اخد اللوحه كلها او اريا لو انا عايز احول جزء معين، واقول له حولها لي الاوتوكاد. بيبدا يسالني هل انت عايزها دي دبليو جي، ده خاص ببرامج اوتوكاد، في برامج كتير جدا بتفتحه، اختصار دروينج، دي اكس اف دروينج اكسشينج فورمات، ده المفروض ان هو صيغه للتبادل بين البرامج الهندسيه. عفوا، الكالر ستاندرد او الار جي بي، اليونت هل هي مليمتر ولا انش، البول لاين هل انت عايز تخليها زيرو ولا فروم سورس دوكمنت، انستريشن بوينت عايز تحط في الصورة دي كلها تحط في اي نقطة في الاوتوكاد، السكيل ممكن يكون انت عايز تضرب السكيل مرة واحدة مش لازم تفتح الاوتوكاد بقى كده تعمل سيلكت اول وتغير السايز، اول كونفرت هو اوتوماتيك هيبدأ يحول اللوحة ويحولها لدي اكس اف. ما بياخدش وقت كتير وتلاقي اللوحة فتحت معاك، تقدر تعدل عليها وتبدأ تشتغل عليها عادي. يمكن هو اللي ساعات بيبقى مش مظبوط الكتابات في بعض الأوقات، في بعض الأوقات الكتابات فيها مخطوط بس هنا هو فاهمها الكلام وتقدر تعدل فيه زي ما انت شايف. الصراحة أنا جربت برامج كتيرة، ده من البرامج الروعة. ممكن أديله كمان كمية لوح كمان باتش، يعني ممكن ادي مثلا 100 لوحة ويحولهم كلهم مرة واحدة لأوتوكاد. تمام، أتمنى البرنامج يعجبكم لما تجربوه إن شاء الله، وأتمنى تزورونا في مدونة مهاويس البيم. عمر سليم.